الاستاذ يحصل في منطقه الحكم الحقوق فبتقفل فبشهر ونص. اجري الطفل على المستشفى يمالوه على وشه ويضربوه على ظهره ويدوا له اكسجين، الدنيا بتفتح. طيب يعني انت لما تيجي تتزنق في اسباب الاسترايكر كونجينيتال روماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسلينيوس زي النيور ماسكولار رينج والسيريبولاس والجينيك بروسس. طيب الانفانسي او الشايلدهود بالذات ليهم اهميه لان هم سبع حاجات ما بيتغيروش اللي بيعملوا استرايكر في الاطفال زي الفورم بادي والدفتيريا والاكيوت لانجاز شيلدرن والمالتيبل بانلوما زي ما قلنا والكونجينيتال ويب واللانجس من السريبولس والايدين وزارك سيتو الرجي والكيميكال كروز. في الواقع ان الانفانتايل لانجس ده حكايه يعني غير ادلت خالص، يعني كفايه ان الكارتج بتاع الادلت اللي موجود في اللانجس اللي بيعمل لها سبورت وخلاها ريزيستنس انتري الهواء هو داخل لو لقى بوكس هيعدي فيه، لو لقى حته ورقه هيحركها ويقفلها. ترى الاطفال عندها لانجس بتاعها زي الورقه. صاب لجوزا لاكس الكارتج برضه ديفيلوب ما عندوش ريفلكس ديفلوب فبسهوله جدا يدخل في سترايك. طيب ايه اللي تعرف ازاي او لو ايه الشكوى بتاعت العيان في السترايك وركينج الى النظام كلهم الى النظام كلهم الاثنين الجنب على الجنب دول. بص هم بيتحركوا كتير لان هم عايزين اير انتري كتير لان الدنيا تحت بالسترايك. طيب السترايك بيبتدي انسبيراتوري زي ما قلنا وبعد كده بيتحول الى اكسبيراتوري. الانسبيراتور نفسه يبتدي الاكزيرشن لما حد يعمل مجهود بعد كده يبقى الريست حتى وهو نايم ومستريح يحصل سترايك. تسنيا والاكزيرشن زي الاتريست الاول مع المجهود بعد كده مع الراحه والتاكيبيا اللي هي رابيد بريسنج والنيرفس والريتابيلت طبعا ده بيدخل المريض اللي عنده سترايك وربنا عافينا يا رب الاستقبال بيغطش في الناس لان هو مش قادر يتنفس هيتخنق حاسس انه هيموت عايز يلحقوا عشان كده اهميه التراكيوسكوبي اللي هنتكلم عنها دلوقتي دي لايف سيفنج اوبريشن يعني بتنقذ حياه العيان. طيب السايد ووك الجنرال والسيروزس والريسيجن اوف ذا سوبرا ستيرنال وسوبرا كلافيكولار والانتر كوستال سبيس اللي نتيجه الهاي نيجاتيف بريشر انسايد ذا لانج الفيولار. السوبرا ستيرنال ها والسوبرا كلافيكولار ها والانتر كوستال سبيس اللي هي السبيس اللي ما بين الطيور كل ما يحصل لها ريتراكشن عشان نيجاتيف بريشر في الشيست ومحاوله المريض ان هو يدخل هواء. كونجست ليك فين هي دكتور كيردو تو انكريز فينس ريجاجي دو تو نيجاتيفيتي اوف ذا شيست. يعني الكونجست ليك فين يبقى اكتر في الكاردياك بيشنت مش في حالات الاسترايب تلاقي العروق بتاعتها بيقول لك العروق نافعه. نافعه يعني ايه؟ كونجست واضحه تعرف تعدها بصباعك. نيجي بقى للعمليه الاهم جدا التراكوسكوبي. احنا خلي بالك يعني عشان تبقوا عارفين النظام احنا في الام سي كيو اللي حطيناها كل واحد حط الام سي كيو بتاعت المحاضره. فانت تخيل انت مثلا 22 ام سي كيو مثلا في الاسترايك والتراكوسكوبي المحاضره بتاعت النهارده. يبقى انت كل سطر عايز تطلع منه ام سي كيو. وبناء عليه الاجابه على الام سي كيو سهله جدا بس على شرط انك انت ما تفوتش سطر. يعني مثلا ممكن من الام سي كيو يقول لك مثلا ايه الاسترايك مثلا بيبتدي بسبيرات ولا اكسبيرات ولا ميكسد ولا باي فيزيك وتختار حاجه منهم. فسهل جدا احنا قلنا الاسترايك ولا الاسبيرات فخلاص احنا دي درجات احنا بناخدها خلاص. طيب احنا عشان نتكلم عن التراكوستومي احنا نتكلم عن ست نقط ايه هي التراكوستومي وامتى تتعمل والهدف منها وانواعها وازاي بتتعمل والكوميونيكيشن بتاعتها. ده فيري امبورتنت التراكوستومي طبعا في الاندر جرادويت وفي البوست جرادويت. يعني مهمه فينا كطلبه ومهمه للناس الاخصائيين طبعا. عيب لما الدكتور يفوز وقاعد في الاستقبال وتجيله حاله سترايك وما يعرفش يعمل تراكوستومي. طيب يعني تراكوستومي دي ارتفيشال اوبننج موجوده في الانتيرو وول اوف ذا سيرفايكال تراكيا. فتحه بنعملها في الجدار الامامي بتاع السيرفايكال تراكيا. ايه الغرض منها ايه؟ الغرض منها ان يدخل هواء المريض ده بيموت. القصه لو استمرت ثلاث دقائق العيان هيتكل على الله. ممكن تحصل انتروبت انت شغال.
شغال عمليه زي سايرو ديكتو مثلا، عمليه استئصال الغده الدرقيه، تلاقي وهو شغال راح معور اللي كانت خارج النيرف وهوب راح لاقي عندك خبسترايدر. ده بيعمل هو تراكوستوم طبعا لو جراح ماهر، ده بيجيب دكتور انف واذن يعمل التراكوستوم. هي فتحه في الجدار الامامي بتاع السيرفيكال تراكير. اسبابها برضه زي ما احنا قلنا عشان ما ننساش الاسباب، قسمها ابر سبيراتور تراك اوبستراكشن ولور سبيراتور تراك اوبستراكشن وبري اوبرتيف، يعني حالة تاني تكوك عمليه وطائيه قبل اجراء اي عمليه ثانيه. طب الابر سبيراتور تراك اوبستراكشن زي ما قلت لكم تقسيمه جينيتال وتروماتيك وانفلاماتيك وبلاست ولانجل اديم ولانجل استروزس واكسترا لانجل كوزس. تعالى للكونجنتال كوزس زي الكونجنتال ويب واللارينجو ماليشيا. ايه اللارينجو؟ الكاجيت الكونجنتال ويب احنا قلنا ده انشاء موجود ما بين التوبيكال كوب. انما اللارينجو ماليشيا يعني احبال صوتيه ضخمه اللي بتيجي في الاطفال ان هو ما عندوش كالسيوم، ما فيش كارتج اتكون، فاصبحت الاحبال الصوتيه او اللارينكس عامله زي حته عجينه. اي شغل اي شويه تو يدخل فيها يحصل لك في اللبس تروح قافله يحصل اختناق. طيب الساب جلوتيك هيمنجوما والسنوزس احيانا بيقول الطفل عنده هيمنجوما موجوده في الساب جلوتيك اريا قافله النفس والكونجيتال سيس. طيب الترومتك اوردنال هيلد فور البادي او التروما بلاند او بنتريتنج تروما والاديما سيرمال وكوروزيف والراديشن. يعني احيانا الاشعاع العلاج الاشعاعي في الناس اللي عندها كانسر لارنكس، مش الكانسر نفسه اللي بيسد اللارنكس، الراديشن نفسه يروح عامل لارنج اديما وهي فيلم يعمل سلايد. طيب الانفلاماتو اكيوت النون سبيسيفيك والايلوبلوكتايتس والدفتيريا والكرونيك زي السكوبلوما والتي بي والسيباكس. النيوروس تيومر زي التماين والماليجنت تيومر. اديما في حاجه اسمها انجيوتيك اديما، الانجيوتيك اديما دي كولكشن بتحصل فلويدز تحت الجلوكوزا بتاعت اللارنكس يعني في الصوت الجلوكوزا الكبيره. نتيجة لتعرض لغاز ريحته نفاذة نتيجة لحقن غلط تروح عاملة حاجة اسمها انجيوديوتيك اديما. انجيوديوتيك اديما ديت بالظبط عشان تبقى عارف شكل ايه في اللارنكس، هي شكلها زي اللي الواحد يقوم من النوم يقول لك عينيه واقفة. يقول لك الله ده في نملة رصدته. ده مش نملة ولا حاجة، هو حصل استمر ريليس في الجسم عمل حاجة اسمها ايه؟ انجيوديوتيك اديما. السنوزس لانجل سنوزس طبعا اكسترا لانجل كوز فراكشر مانديول، احيانا المانديول ده يتكسر في حادثه يروح قافل الاير واي على اللارنكس تماما. تانجل ليك اديما شيء طبيعي المدخل بتاع الهواء من فوق مفهوم. المالجنت تومر في الاورال كافيتي او في التانك او في الفارنكس. والديب نيك انفكشن، ديب نيك انفكشن دي مجموعه انفكشن بتحصل في منطقه النيك زي البيرتو سوبر ابسس اللي هو الفراج اللي بيجي على الجوز وزي البيرتو فارنجال ابسس والبارا فارنجال ابسس. كل دي الانفكشن بتحصل في منطقه النيك تروح قافله الايروي. طيب نمسك بقى التقسيمه بتاعتنا احنا خلصنا الاور سبيراتوري اللور سبيراتوري. بصوا بقى عشان حته مهمه جدا برضه ممكن تيجي في الام سي كيو، يعني الاور سبيراتوري انا بسميه ميكانيكال كوزز، يعني اسباب ميكانيكيه، يعني حاجات بتقفل خلصنا. انما اللور سبيراتوري بسميه سكريتوري. سكريتوري ليه؟ لان هي اساسها انك انت بتعمل تراكوستوم عشان تنظف السكريشن الموجوده في اللور سبيراتوري. عشان لما تيجي برضه سؤال في الام سي كيو، هل مثلا اللارينجال ويب ده يعتبر ميكانيكال ولا سكريتوري انديكيشن اوف تراكوستوم؟ ميكانيكال طبعا اللي بيقفل. طب السكريتوري يعني ايه؟ يعني كوما مثلا زي النيوروجين كوما سيربرال فاسكولار اكسيدنتس والهيموريج والثرومبس والبوليزم، او توكسيك توكسيك يا اما من بره زي البربيتورين او من جوه زي الدايبيتس الناس اللي عندها سكر، يا اما تروماتيك زي الفراكشر بيز اوف ذا سكال اند الهيت والتيومر سبيشال بريد تيومر قافله الريسبيراتور سنتر من فوق، فالعيان ما بيتنفسش فمحتاج ليه تيوب عشان خاطر يدخل عينيه مركزه عشان يتحط له فنتليتور يعني جهاز تنفس صناعي عشان خاطر يشفط السكريشن اللي اكومليتد في اللور سبيراتوري عشان ما فيش نفس شغال. يبقى دي اول كوز من اللور سبيراتوري تراك. طيب البارادايس سوبشست ماسل زي البولي مرايس والدفتيريا طبعا شال الاطفال من اشهر الحاجات اللي بتعمل لور سبيراتوري تراك اوبستراكشن. بيضت زي المايديسينا كريفز. ايه المايديسينا كريفز دي؟ ده نيوروماسكولار ديزيز بيحصل خلل في المنطقه اللي بتنقل فيها الاوردر من النيرف للمصر عشان يحصل لها كونتراكشن كونتراكشن. خلاص
طيب والتروما زي الفراكشر ليه؟ اه الفراكشر ليه طبعا ما بقدرش اتنفس، فانت محتاج انك انت تقعد على فنتليتور نتيجه ليه؟ انت ركبته. طيب بري اوبرتيف بيفور بليدنج اوبريشن، اي عمليه فيها نزيف كتير انا بخاف قبل ما اشتغل احسن النزيف ده ينزل على الفوكال كورد يعدي يدخل على التراكيه ويدخل على البروكاي ويروح قافل النفس. انا بعمل تراكوستومي تحت العمليه دي ووصل العيان على اكسجين وانا شغال. وطبعا بشفط وبتعامل مع البليدنج، بس انا كده ضامن ان في اير واي مش هيحصل اوبستراكشن، انت فاتح فتحه من تحت. زي ايه عمليه النيزوفانكس؟ طبعا النيزوفانكس اشهر من النيزوفارينجال فايبروما اللي بيسموها الانجيو فايبروما، او عمليه في الماكسيلا او في الترنك او في المانجو. تو بريفنت انهاليشن اور سوالون اور سبلاي، ده الغرض منين؟ من العمليه. يبقى انا لما اتكلم عن الانديكيشن اوف تراكوستوم قسمها اوفر سبيراتوري تراكت اللي هي الميكانيكال، ولور سبيراتوري تراكت اللي هي السكريتوري، والبري اوبرتيف بيفور بليدنج اوبريشن. ايه الهدف من التراكوستوم اللور سبيراتوري؟ باي باس اوفر سبيراتوري تراكت اوبستراكشن طبعا في انسداد انا بحاول اعديه. اسبيريشن اكوبليس سكريشن زي ما قلنا. مينتين ارتفيشال اسبيريشن عيان داخل في شوك المستشفى وما بيتنفس، فانت اول خطوه الفيرست ايد بتعمل ايه؟ هل تراكوستوم؟ لا، فيرست ايد بتعمل حاجه اسمها انتوتراكيال انتوبيشن، انك انت بتدخل عيان وتركب له انبوبه في التراكيه زي بتاعت التخدير، وبيقعد على الانبوبه ديت من ثلاث لاربع ايام. على اليوم الرابع يبتدوا يتصلوا بالدكتور الانفوزو. ليه؟ لان الارتفيل الانتوتراكيال تيوب صعب تقعد اكثر من اربع ايام، هيحصل نكروزس وهيحصل تروما مكان العين يبتدي السوالونج شغال انما النفس مش شغال، فبيحتك بالتوب اللي انت مركبها، فانت محتاج لحاجه تشفط منها وتوصل عليها اكسجين وفي نفس الوقت هو تروماتيك اللي هي الايه؟ التراكيوسكوب. ريديوس ديد سبيس، ديد سبيس دي المنطقه اللي بيحصل فيها تبادل في بين الاكسجين والكربون دايوكسيد. بدل السبيس ما يبتدي من هنا ينتهي هنا عند اللنج، انت بتقصر السبيس تخليه من هنا لحد هنا من 75 ل 90 سي سي. برضو عشان لو جه سؤال في الام سي كيو يقول لك من 150 ل 120، من 20 ل 50، من 30 ل 60، لا هي من 75 ل 90 خلاص. ودي الهدف بتاعك. التراكوستوم انواع على حسب التراكيه الرينج اللي انت بتفتح فيه، يعني في هاي تراكوستوم وفي ميد تراكوستوم وفي لو تراكوستوم. هاي تراكوستوم ده في الفيرست والسكند تراكيه رينج، والميد تراكوستوم في السيرت تراكيه رينج، واللو تراكوستوم في الفيفث والسيكس تراكيه رينج خلاص. الهاي تراكوستومي واللو تراكوستومي مش محفزين. الاوبريشن شوز از ذا ميد تراكوستوم اللي هي بين عند الثالث والرابع تراكيه رينج. طيب امال الهاي تراكوستوم محتاجها فين؟ في المالجنال سيل. انا دلوقتي هفتح عشان اعمل تيوب، لو فتحت متر كروستوم هلاقي المصيبه السوداء في وشي اللي هي الكانسر بتاع الوش، فبضطر افتح فوقيه، يبقى بعمل هاي تراكوستوم. طبيعتها ايه؟ انك انت شغال في الجلوكود عادي، الجلوكود كارتج كده شغال فيه انت عادي، فيحصل بيني وبين الجلوكود كارتج ويحصل انجل ستنوزس، من شغال في حته ضيقه في اللمس. طب اللو تراكوستوم اللي هو من تحت بقى تتعمل ديت، تتعمل في الفيس والسكس رينج، هي اللي في دكاتره بتحب عشان هي الايزو اوبريشن. انت بتفتح السكن هنا فوق الصوره السنه النوش، وتروح داخل ما بتجيش قدام غير التراكيه، تروح فاتح فيها ومركب لمبوب. انما لو تفتح متر كوسما تفتح تلاقي قدامك الثايرويد جلاند والثايرويد كارتش، كل ده عايز تفتح فيه عشان تدخل على التراكيه. طب اللي من تحت دي عيبها ايه؟ عيبها انك انت البلوره ادي الفتحه وادي البلوره، فممكن يحصل انجل البلوره. حصل انجل برو يعمل حاجه اسمها نيومو سورس. تاني حاجه البلاد فيزنس، هنا في الهيلومونيل فين؟ وفي الاجسام الكاروتيد ارت ماشيين، وانت بتفتح بالمشرط تروح فاتح فيه. يحصل بليدنج بقى، عايز حد يعرف يساعدك في العمليه الفاسكولار سيرجري عشان يعرف يمسك الفيزنس اللي موجوده ويوقف البليدنج. عشان كده الميتراكيوستوم از اوبريشن شوز. اوبريشن شوز از ميد تراكيوستوم، الهاي تراكيوستوم وحشه. دي بتعمل بيري كونترايز في الكيركوت كارت وبتعمل سيرفيس. طب انا برجع لها امتى؟ غالبا في المالجنال سيرفيس. طب اللو تراكوستوم حلوه وسهله جدا، بس عيبها انت قريب من كل دوره فتروح معاه وهو تعمل منه سورس. او بلاد فيزيتس
كامل ليك. تمام؟ طب ايه اللي ازاي بقى خطوات الجسم بسرعه كده على السريع؟ الانستيزيا احيانا هو فين؟ الانستيزيا يعني انت ممكن تعمل وزاره انستيزيا. ايوه وزاره انستيزيا. المريض داخل الاستقبال عندك انت بيخبط في الحيطان سترايبر، بتروح منيم على ظهره وفاتح على طول على التراكيه، يبقى نوع انستيزيا. او احيانا اللوكال انستيزيا بتحط 1% نوفاكين على ادرينالين 1/1000. الادرينالين ليه؟ عشان يعمل فاس كونستريكشن، عشان تبقى لما تفتح ما يحصلش بليدنج. طب اللوكال انستيزيا دي برضو عمليه تعتبر اجباريه، يعني خلاص بقى ما كنتش تعمل تراكوستوم وزن 5% عندها هيموت، فاضطرت يفتح، يبقى ما تحطش لوكال انستيزيا او تحط لوكال انستيزيا ماشي. انما الجنرال انستيزيا احسنهم بقى دي الالكتيف سيرجري. الالكتيف سيرجري يعني ايه؟ يعني انا بشتغل براحتي، عندي سوبر فوت في الناس يا نعم، بس كنت تقدير عارف ان جنرال انستيزيا وركب انبوبه في الكلام، فانت بتشتغل براحتك يعني ايه؟ بتفتح براحتك اناتوميكال. يعني دكتور ابراهيم سنجر مرات احنا بنضرب في التراكيه عشان نفتحها، ان المشرط نفسه انكسر، العيان خلاص الريتم ضايع هيموت، لازم يتلحق. انما تخيل انت في الجنرال سيرج بقى العيان نايم ريلاكس خالص وانت شغال براحتك ما عندكش اي ستريس. تمام؟ طب دي الانستيزيا. لاين اوف انجكشن بلوك انستيزيا، انت بتحرق الانستيزيا فين بقى؟ بتحرق اللونج سنتر والبوردر اوف السيرن والمستويد، السن المسلول دول على انتيرو جوردر بتاعتك في الناحيتين، يكون في من السوبرا السن النوش اللي هي النور دي للابر جوردر اوف سكريتوري كارتش، ده المكان اللي بتحلم فيه. وتروح جاي حاقن حقنه تاني ترانسفيرسال عند الجولد كارتج وفي الميد لاين، يبقى من الانتيرو جوردر في السن المسلول في الناحيتين، من السوبرا السن النوش لحد الابر جوردر في الكريبورد، وترانسفيرس على الكروبويد وفي الميد لاين. ده الحقن بتاع اللوكال انستيزيا. في ناس بتعمل ايه؟ قبل ما بيحمل اللوكال انستيزيا في السكين عشان خاطر يفتح بالمشرط اهو، بيكون معاه قلم في المصر، بيروح حاطط علامات على الاناتومي. السوبر سنه مش عامل لها حفره كده، الانتيروبورد يعمل له خط. ليه؟ انت لما بتحقن اللوكال انستيزيا بيحصل قديمة مكان الحال، فممكن يحصل لك ديستورشن من الاناتومي، انت مش عارف فين الارتيرو بوردر فين السوبر سنه النوش، الماده كلها اتملت باللوكال انستيزيا. فانت لو حطيت علامه في المصر قبل ما تفتح يبقى انت عارف راسك ورجليك. خلاص؟ طب وضع العيان ايه؟ العيان بيبقى ريكامبت نايم على ظهره وفي بيلو اللي عندي كده هو في كيس رمل موجود في اوضه العمليات، بيبقى موجود تحت الكتف بتاع العيان عشان احصل اكستنشن ليك. ليك يبقى اكستند عشان تقعد تشتغل فيه. ريكامبت وسبيلو سايد باك اندر ذا شولدر تو زد ليك از اكستند. رفع بقى سيم بقى يقول لك اكستند ولا فليكسد ولا فلات؟ اكستند طبعا. طيب هتفتح فين بقى؟ فلوقا هو اما فيرتيكال انسيجن يا اما ترانسفيرس انسيجن. الفيرتيكال انسيجن في الميد لاين الابر بوردر بتاع الكريبورد كارت لحد السوبر سنت نوتش بتاعها. طيب كوزموتيك ترانسفيرس. طب وليه ترانسفيرس كوزموتيك يعني؟ لان هي ماشيه، ايوه ماشيه مع السكين كيس. فبناء عليه لو انت قفلت الاستيتش لو حصل بعد كده ان هي طبعا تمبرال مش بيرنت تراكوستومي وشلت التراكوستومي تيوب ممكن تقفل ان هي الكوزموتيك احسن. دي ماشيه مع سنات الرقبه مش واقفه ليه؟ خلاص؟ طيب الستيب بسرعه كده اهوت، انت بتفتح هتلاقي قدامك ريبون ماسلز على الجنبين عضلتين مرتين كده اهوت، انت بتروح جايب المبعد او الريتراكتور بتاع الزايد. خط العمليات مشهور جدا، مبعد الزايد. الريتراكتور بتاع الزايد ده بيروح واخد لك الريبون ماسلز كده على الناحيتين. فالدنيا فتحت قدامك. بعد كده تلاقي قدامك السرودة اسمص على طول موجودة. كات اند ترانسفيكس. يعني ايه ترانسفيكس؟ يعني تاخد فيها غرز عشان ما يحصلش منها بيوت. خلاص. وبالتالي لما يجي لك اختيارات يقول لك انت بتفتح في السرودة اسمص وشكرا، ولا بتعمل لها ريتراكشن، ولا بتعمل لها كات وترانسفيكس. كات وترانسفيكس طبعا.
طيب جاتس هتلاقي قدامك البريت تراكيه الفاشل تروح فاتح فيها مش زي الشغل كده مبطيه التراكيه الرينج، وبعد كده اوط هتروح واجي التراكيه قدامك بتروح حاقن فيها نص سي سي لوك الاناسيلي جوه التراكيه نفسها. الله طب وايه اللوك الاناسيلي هنا كمان بقى ايه؟ دي بتمنع الديفتيشن لما تركب تربط في التراكيه. لو التراكيه فيها لوك الاناسيلي المريض لما يفوق من البنك لو واخد جنرال اناسيلي ما تبقاش في حاجه عامله له روتيشن في لوك الاناسيلي ومش حاسس بيها. طيب في حاجه اسمها كريكورد هوك، حاجه عامله زي الصمام كده بتبقى ماسك الكريكورد بارتش ورافعه لفوق كده عشان تبقى اللارنكس او التراكيه قدامك والرينج باين. بعد تروح فاتح في تراكيه بين وتركب حاجه اسمها تراكيه بايليتو موسع للتراكيه، التراكيه بايليتو ده عشان تعرف تركب التراكيوستومي تيوب. تمام؟ اه دي الفكره بالظبط. وقدامك التراكيه فاتح في التراكيه بين برضه نفس المنظر، طبعا دي التراكيه بين ودي التيوب اللي بتركب. ده المفروض ان هو فيديو بس طبعا ما اعرفش الشاشه ما بتعرضش ما اعرفش اشوف فيها. ماشي. بص هو تفكير بتبقى قليله مش حلوه على النايب ودكتور الامتياز اللي عنده حاله تراكيوستومي طبعا معلومه. لان هو لازم تبقى عينيه في نص راسه. وفي عيان عامل تراكوستوم في اوضه يبقى انت خلاص اتحكم عليك انك انت مفيش حاجه اسمها لا سكن ولا استيميشن ولا اسكن. انت قاعد جنب العيان خلاص على كده. خلاص؟ لان بص بتاع التراكوستوم جنس اغلس حاجه. وكل حاجه تخلي بالك منها هما تيم بوينتس لازم تخلي بالك منها. اول حاجه الاوضه نفسها اللي فيها العيان لازم يبقى الاوضه التهويه بتاعتها كويسه ولازم تبقى الهواء اللي فيها مشبع بماده اسمها تنشط من زول كاربون مونوكسيد. ده عباره عن ماده بتتباع في الصيدليات اسمها فيتازول. فيتازول ده المفروض ان هو بخار بيطلع باستدعاء زورك لما يكون عندك احتقان او عندك لارنجايتس. انت الاوضه المفروض فيها البخار ده عشان خاطر الهواء وهو داخل يبقى مونتيفايد للعيان. دي اول حاجه الرؤيه. تاني حاجه البوزيشن العيان قاعد سيدي سيدي. لا هو نايم على ظهره ولا هو قاعد، يعني لازم يبقى سيمي سيتنج برضه خلي بالك عشان يبقى سكيور. العيان بيبقى سيمي سيتنج. طيب ريسبيريشن عايز اعرف الانبوبه شغاله ولا مش شغاله. دي مهمه. انت قدامك طريقه من اثنين يا اما كوتون يا اما ميرور. ايه الكوتون؟ تجيب كيس الكوتون كده وتحطها عند فتحه التراكوستوم. تلاقيها بتتحرك كده تعرف ان الهواء داخل وطالع. تمام؟ يا اما الميرور تجيب مرايه وتحطها قدام التراكوستوم تيوب كده. يا غبا شت يبقى خلاص كده الهواء شغال داخل وطالع. طيب الاوبزرفيشن لازم تبقى معاك ممرضه صاحيه عشان انت مستحيل تبقى قاعد انت 24 اورز اليرت. لازم هي تبقى قاعده صاحيه، يعني لازم تبقى واخده بالها من الحاله. الفيدنج هو لما يبتدي يفوم البنك ويبتدي ياكل هياخد فلويد وصوف زبادي شويه رز بلبن لبن عصير. طب سكر الكتريكال سكر انت من غير الكتريكال سكر الشفاط اللي بالكهرباء جنبيك ما تستقبلش عيان. كده وش حضرتك؟ انت دكتور امتياز وقاعد جنب الحاله عشان الحاله تبقى مسؤول عنها تقول نايم انا عايز شفاط. ما فيش شفاط لا يتصرف يشوف شفاط من اي قسم تاني. شوف شفاط بتاع اوضه العمليات بس لازم شفاط اللي كده كل شويه لازم تنين شف. طيب ده انت بيوتك كويس لمده 7 ايام، مش معنى 7 ايام عشان توفوت السكندري يوم. السكندري يوم بيحصل من يوم السابع ليوم العاشر. يبقى انت لو مت انت بيوتك 7 ايام انت كده عديت مرحله السكندري يوم. طيب تريتمنت وبسكوزا فاك بيتعامل مع العيان بقى، ما العيان ده مش هيفضل طول عمره بالتيوب. لو عنده حاجه تمبرال كوز تعالج الكوز عشان خاطر يبتدي يحصل وينج اللي هو زي الفطام بتاع التراكوستوم بتكون شايل التراكوستوم تيوب ان شاء الله. تمام؟ طيب كيرو ذا تيوب كلينيكو فينر تيوب هو التيوب الحلوه
التيوب اللي ليها اوطى وايه يعني تركزت في التيوب، في تيوب كويسه كده بس هي الوقت قليله في السوق بصراحه، انك انت يبقى عندك تيوب انر اوطى وايه في جوه الموبل، في تركزت موبل ممكن تروح سحب الموبل اللي جوه دي وتغسلها كويس وتنشفها كويس وتركبها كل شويه عشان تضمن ان الاير انتري شغال كويس، مفيش كلاستيشن وسكريشن. دي كالوليشن افتر تيب، دي كالوليشن اللي هو ايه؟ انك انت بتشيل الامبوبه بتاعت التراكوستوم. دي كالوليشن اللي قواعد مش بس انت اطمنت ان الكوز خلاص اتعالج وعايز تخلي العيان يتنفس طبيعي بتعمل ايه؟ بتروح قافل التراكوستوم وتيوب. انت بتعمل حاجه اسمها وينينج، يعني بتقعد قدام العيان كده اهو وتبتدي تقفل الانبوبه دي ثلاث ساعات وتشوف نفسه عبروي هل حصل له خلل ولا لا، بعد كده تخليها 6، بعد كده تخليها 12، بعد كده تخليها 24، بعد كده تخليها 48. مش هو بس لحد ما تطمن ان هو خلاص مش محتاجها يقول لك انت ايه هتشيل. يبقى التيم بولس دول ما تنساهمش ابدا في التفكير بتاع التراكيوستوم. كومبليكيشن اوف التراكيوستوم، خلي بالك بقى يعني بعد التراكوستوم مهمة جدا وهي تقسيمة الوقت اللي في تقسيمة تاني أقول لك عليها في آخر المحاضرة، إن أنا بقسمها الميديات يعني الضربات بتحصل على طول وأنت شغال، وفي إيرلي بتحصل بعد ما يطلع العام 24 ساعة، وفي ليت بتحصل من أسبوع ل 10 أيام. طيب الشوك والهيمروج والبلور كومبليكيشن والإنجري والإنفكشن والدوبل كومبليكيشن. طيب في ناس عرضة أكتر بيسموهم ريسك فاكتور. الناس الصغيرة الأطفال الصغيرين قوي والمرضى الكبار في السن ال 75 سنة والأوبيزيتي طبعا، ده أنت لما بتشوف عيانة تعمل تراكوستوم وهو أوبيز بتتشاهد، لأن عشان تفتح أنت وتسلك وتدخل التوب مهارة غير لما بيكون سنك تفتح تلاقي التراكية قدامك. سموكينج طبعا، لأن بعد العملية إذا كانت السكريشن في المريض العادي 25% عنده هو تعدي 25%. البول نيوتريشن والريسنت انس بالابر سبيراتوري تراكت انفكشن والالكوليزم والكرونيك انس والديبس دي ريسك فاكتور للكومبليكيشن. طب الشك يجي نتيجه للوكال انستيزيا الايدوسينكراسي حاسس يعني الفورمه بتاعت البنك او اوفر دوسج، يعني انت اعطيت جرعه اكتر من اللازم يدخل عيان في شوك. نسبتها قد ايه بالنسبه لنا احنا؟ على قد ما اشتغلنا تراكوست ويتيوب ما شفناهاش، ما عدتش علينا يعني. الهيمروج بقى هو خلص، الهيمروج هو اللي بتقطع ايه وبيعمل هيمروج عشان خاطر انت تبقى عارف الموست فاسكولار اريا وانت شغال. الجاكولار ارش هو موجود على جانبي النك في الناحيتين، والانفيت فين احيانا بيبقى ماشي بالعرض كده الغلاسه بتاعته كونجنتال انوم اللي تيجي تفتح في تراكات رفاتك فين؟ والسانود اسمص انك انت ما اتعاملتش معاه كويس وانت بتعمل له ترانسفيكشن بعد لما فتحت. يبقى الثلاث حاجات مهمين جدا في البليدنج. والبليدنج لو برايمري يعني حصل اثناء العمليه وانت شغال تعمل له ايه؟ ربط كويس البليدنج اريا. طب لو رياكشن يعني العيان طلع من العمليات دخل خلال 24 ساعه هتدخل وتعمل له ايه؟ لو سكندري انت طبعا اللي ده بيبقى سبب انفكشن. دخل عيال تركب له فلوس وتديله حاجه كوربلنت تعمل كوربلنشن وانتي بيوتيك قط كل حاجه جرام بوست جرام نيجاتيف، يعني انت انتي بيوتيك بعنف خلاص. طيب البلمودرا كوميونيكيشن هم اربع حاجات اهم من بعض، الابنيا والبلمودرا القديمة والنيوموثوراكس والسيرجيكال انفيزيما. الابنيا يعني انقطاع النفس اثناء العمليه وهو بالبلدي كده اهوت بيحصل ايه؟ انت الوقت العيان ده عايش وقت كبير من الزمن مولف على الهواء الوسخ ببساطه كده، يعني مولف ان هو بياخد نفس والعافيه فالهواء الريسبيراتور سنتر بتاعته مولف على نسبه كربون دايوكسيد عاليه ونسبه اكسجين واطيه، يعني ده عايز الكربون دايوكسيد في الدم 60% والاكسجين 40%. انت فتحت له فتحه ودخلت له هوا، يعني انت نظفته خليت الاسبرانو سنتر بتاعته داخل لها قشر اوكسجين، ده كمان انت موصل بعد ما تفتح تراكوستوم تيوب بتاخد من الدكتور البنج او تفتح الى البنج
او بتاع ده الاكسجين تحطه على العيان عشان يكون اكسجين. هو مش عايز كده، السمارت سنتر بتاعه خلاص وقف على الهواء الوسخ، فدخل له اكسجين فهنك زي الكمبيوتر، هو عايز كاربون دايوكسيد. العيان راح عليه السمارت سنتر واقف. تعمل ايه في اللحظه دي؟ اول حاجه كلوز اوفر شورت تايم، انت بتروح ودايس على الفتحه اللي فتحتها. انا اسف والله ان انا ايه فتحت لك فتحه تكون لك اول بروف، تروح قافل مصباعك الفتحه دي شويه، يحصل اكوميليشن اوف كربون دايوكسيد. الاكوميليشن ده يروح عامل ايه؟ يروح مشغل سبوت اللي ولف على الهواء المسخ خلاص، او تدي ميكشر اوف اوكسجين وكربون دايوكسيد 10%. ده بيبقى في اسطوانات متعبيه كده، تعبيه كده تمام. دي اول حاجه اللي هي الابن. طب الجمهور ايديما بيحصل صدر الليزو بريشر انسايد ذا لانج، يحصل انكريس كمان للبريبيليتي جوه الالفيولون، يحصل اكسوديشن، يحصل خرق بشر خرق شباب، يعني ريسبيريشن بايسوك مزعج بقليل موجوده جوه الشيست. بتدي ريسبيراتوري كارديك ستيمولانت وكونكت تيوب تو اندر ووتر سي في عامل بريشر معين ويروح ساحب لك السكريشن الموجوده جوه الايه؟ جوه اللارج. طيب نيوموثوركس اللي هو شويه هواء دخلوا في الشيست بره حدود الشيست. دي نتيجه انجل الغروره كوما في الشيست الفيميل كويس. دي برضه اسبيريشن باي انتر كوستال ميدل اندر ووتر سي. طيب سيرجيكال انفيزيما، سيرجيكال انفيزيما ده شفناه بعدين بكتير بقى، يعني بص تلاقي ايه العيال ده رقبته ابتدت تكبر 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 من تجمع هواء تحت الايه؟ تحت الاريا بتاعت السبوتينس اريا خلاص؟ يبقى دي اسمها سيرجيكال انفيزيما. يا بتحصل في النيك يا بتحصل في المدياس. طب بتحصل في النيك ليه؟ السمول تيوب او يعني انت حاطط تيوب صغير او فاتح فتحه كبيره، فالهواء داخل جزء منه كبير داخل في الانبوبه والجزء الثاني داخل حوالين الانبوبه يخلي الرقبه تمام. في المدياستن دي اوبن جروف سير تراكي، انت بتفتح تراكي على مالك خليك البريشر موجود في الشيست بروح صعب هواء كتير تلاقي الحته دي بتكلم. ايه التريتمنت في النيك ريموف سوشر او سكن نتيجه الموضوع عملناها بعدين، لان احنا والله عملناها فعلا، لان احنا العيان رقبته اتلفت كده والانبوبه غاصه لجوه مش عارفين نوصل لها، بقينا نشرط الرقبه بنشرط عشان نطلع الهواء اللي انتريبت والدنيا تفش ونعرف ايه نتعامل مع التيوب. لا في المدرسة بنحط باك الراونز روند بنحط باك عشان نخلي الهواء يدخل من ناحيه واحده اللي هي بتاعت التيوب ما تدخلش حوالين التيوب. انجل بالفيسز يحصل امور الجمهور يحصل من الصوره يحصل من الصوره بس يحصل تراكوس وده تذكره ديرك الكويت كارت يحصل في مونترايز. انفكشن بروكو نمونيا او وونت انفكشن التيوبال كوميونيكيشن بقى، لو سمول تيوب يحصل انفيزيما، لو لونج كير يحصل انجل او سنتراكيه، لو تو شورت تيوب يحصل سليب لو تو لونج يحصل انجل او سوبر فيسكوت، لو ابستراكتد يحصل استرايدو تراكيه الفيسكوت تحصل نتيجه لبيسلايزيشن، يعني احيانا تشيل انبوبه وما تعرفش تقفل السكن اللي حواليها بتحتاج دكتور تكميل. ليه؟ حصل بيسلايزيشن بقت حاجه عامله زي الكار مكان الفتحه، فانت مهما خدت الستش مش هيحصل هيلينج، فالدكتور التكميل بيعمل ريفريشمنت الايه؟ الايدج بتاع الوند تكميليا كده وياخد له ستش. ديفيكالتي كالكوليشن نتيجه للستش، احيانا عيان عين مركب انبوبه دي 10 سنين وانت خلاص شايف الانبوبه دي خلاص قديمه وعايز تركب له انبوبه احسن منها، تروح بعت العيان على المستشفى عشان يعمل يجي يركب الانبوبه ما يعرفش يركبوها. لان حصل استنوزس اضطر انك انت تدخل على تتوسع عشان تعرف تركب الانبوبه الجديده. التقسيمه بقى كورتيكال تايم فور كيرنس في وير وليد، الحاجات المهمه عشان المسكين. الميديا زي الشوك والبرايمري هيموج والابنيا والنيوموثوركس والانجري والبلبضه الجديده. انا بسيبهم immediate complication يعني بتحصل على طول. اللي خلال 24 ساعة الرياكشن الهيموش والانفكشن والسيرجيكال انفيزيما والتوبر ديسبليسمنت.
طب الليد كومبليكيشن زي السكتورج والتراك والسوجيال فيستولا والستينوزس والفيلير تو ديكانيوليت، انك انت صعب انك انت تغير لابوك. شكرا على كتفك. احفظوا المحاضره دي، المحاضره صغيره وطلع منها ام سي كيو كتيره، فكل سلايد يطلع منها ام سي كيو. يعني لما اجي اذاكر حتى وفي سلايد منهم طنشت على ممكن طالب معاها سؤال من اسئله ام سي كيو. ربنا يوفقكم ان شاء الله.